يعني صراحة كان عندنا تهم وبلاوي كتير قوي وبصراحة حضرتك كنت آخر أمل لينا معقولة اللي بتقوليه ده يا غالية ده أنا سايبك بنت عشر سنين بتجري ورا العصافير في الجنينة لحيت تعملي بلاوي كتير وتهم شفت بقى ديني كبرت وبقيت هربانة ومتهمة ودلوقتي غربانة الجنينة هي اللي بتجري ورايا هو حضرتك مش متابعة السوشيال ميديا ولا إيه؟ مش خدنالي ربنا يكفينا شرها السوشيال ميديا دي يا بنت انا كبرت خلاص وعندي سكر وضغط مش حمل السوزه الماليه دي دي تجيب طب يا بنتي نمشي من هنا راجل كبير وضغطه عالي لا يفيص مننا بس بقى اسكتي يا بتقول ايه بنت الديب دي؟ لا ما بتقولش حاجه ديك يا عم الحاج ديك فرق معاكي في ايه؟ لازم اعرف ايه التهم كتيرة دي؟ والله تهم كتير قوي يعني اول تهمه مثلا ان انا اللي قتلت بابي هو يسري السنوري مات تقول اه وبنته اللي قتلته؟ لا انت اللي قتلت ابوك يا مجرمه يا برا لا يا لا بره لا مش هنطلع بره وانا مش هتحرك من هنا غير لما احكي لك كل حاجه انا لازم احكي لحد الحقيقه ومستحيل امشي وانت شايفني بالمنظر ده اقعد يا سكينه انا مش هتحرك من هنا